الرافضة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم الغلاة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى زعموا أنه إله، أو أن الله حل فيه، أو أنه الرسول، ولكن جبريل غلط أو أخطأ في إعطاء الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أنواع الغلو. هذا ليس على الإسلام، ولو تسموا باسم الإسلام عندهم غلو ومبالغة في حب علي حتى زعموا أنه هو الإله، وهذا وجد حتى في زمن علي رضي الله عنه وقد أحرقهم في النار، حتى تبين له أنه لا يجوز حرقهم في النار، لكن حرقهم، طرق الباب عليه، خرج قنبر مملوك عند علي فقال أين ربنا، جاي يبحث عن ربهم وين، في دار علي. ربكم؟ قال من ربكم؟ قالوا علي ربنا. دخل قنبر وأخبر علي قوم في الباب يقول أنك ربهم. قال قولته المشهورة، قال أنت قال من أنا؟ قال أنت ربنا. فقال قولته المشهورة، لما رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر قام يمسك فيهم ويضعهم في النار. هؤلاء ما زالوا موجودين حتى الآن مع الصوت والصورة، تجد بعضهم يقول كلام عجيب من الغلو، يقولون من قال يا علي فقد أشرك، ويقول هذا، يقول بل الذي يقول لا إله إلا الله ولا يقول يا علي هو المشرك. وأما الإخباريون فإن عليا عندهم رضي الله عنه وهو بريء منهم قد خلق السماوات والأرض ويدير الدنيا والآخرة، والله وكله يوم القيامة يحاسب الناس بالنيابة عنه، مع أن الله عز وجل أسرع الحاسبين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وما يؤمن بالقرآن، حتى الملائكة المقربون صمت كامل، يوم يقوم الروح الملائكة صفا لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول وقال صوابه. لكن هؤلاء يقول لا بالنيابة، الله يعطي نيابة وهو يحاسب الناس، بيده الجنة بيده النار، فهذا غلو. وبعضهم يقول بأن الله حل فيه، عقلت من هذه؟ النصارى يقول بأن الله حل، النصارى يقول عيسى مريم يعني منقسم إلى قسمين أو متكون من قسمين، لاهوت وناسوت، لاهوت الجزء الإلهي، وناسوت نون سين الجزء إيش الإنساني. فيقولون إيش؟ ها الله عز وجل وروح وعيسى وروح القدس ثلاث ذوات في ذات واحدة. قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني معه اثنين. فهؤلاء يقوم بأن الله عز وجل حل في علي، هذه عقيدة النصارى الذين كفرهم الله عز وجل. وبعض يقول أنه الرسول، أنه رسول، ولكن جبريل غلط يعني أراد أن يوحي إلى علي بالخطأ ما أوحى إلى محمد. أين الله عز وجل؟ أين الله جل وعلا إذا كان أيش رسوله يخطئ ويعطي رسالة بالغلط؟ هذا ملك معصوم، ملك ملائكة ما عندهم أخطاء وصواب، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، بأمر الله يتنزلون، يسبحون الليل والنهار، لا يفترون ولا يسأمون، ليس فيهم منهم وكافر، لا كلهم مؤمنون، وخيرهم وأفضلهم الروح القدس جبريل عليه السلام. يخطئ كما يخطئ ساعي البريد ولا موظف التوصيل، بدل لا يوصل الشقة رقم 2 توصل الشقة رقم 1، وارد، لكن رسالة وحي ينزل بها جبريل عليه السلام كان بيعطيها علي رضي الله عنه الله. الخطأ أعطاه محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى بعضهم يقول إيش يعاتب جبريل عليه السلام فيقول خان الأمين، خان الأمين، كيف أمين وخان؟ قال لي بهذه بس خان، بس هذه فقط، هذه بدل لا يعطي الرسالة محمد عليا رضي الله عنه أعطاها محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. طيب
يقول أو أخطأ في إعطاء الرسالة إلى محمد. المفروض ما يعطيها محمد، يعطيها علي، إلى غير ذلك من أنواع الغلو. فهؤلاء ليسوا على الإسلام أصلا، هؤلاء زنادقة لقيت يسمون باسم الإسلام. نعم كم. وقسم مفضلة يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. هؤلاء الزيدية على زمن ما أجازوا خلافة المفضول مع وجود الفاضل، قال علي أفضل من أبي بكر وعمر، لكن خلافته صحيحة لأن تجوز خلافة الفاضل مع وجود إيش، أو خلافة المفضول مع وجود الأفضل. إذا كانوا كذاك هم الذي يشير إليهم، هؤلاء ليسوا زنادقة ولا كفار، قريبين جدا لأهل السنة، عندهم بعض الأخطاء في مذهبهم الفقهي، لكن بعد ذاك تغيروا، واضح. ومنهم من تغير حتى انقرض عند فيما بينهم اسم إيش، مذهب الزيد، هو زيد الزيد بالاسم، وإلا درس بالمدارس وتعرف على أهل السنة وصاروا معهم. نعم. وقسم ثالث سبابة يسبون أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، ويزعمون أن عليا هو الوصي وأن الصحابة غصبوه حقه وظلموه بتقديم أبي بكر وعمر. هذا يا أخوان جانب، يعني جانب الموقف من الصحابة، وعندهم أشياء أخرى في الإيمان، في الدعاء، في العبادة، ها؟ لكن جانبهم الموقف من الصحابة عند هؤلاء يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنونهم ويكفرونهم. وتكفير الصحابة بالعموم كفر، وسبهم وانتقاصهم من غير تكفيرهم مختلف فيه، والراجح أنه كفر، لأن يقول ذاك لماذا يا أخوان؟ إلى الطعن بالقرآن، بالسنة، بالإسلام، طعنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي اختارهم وصاحبهم ووثق بهم، وكانوا رسله وكانوا جنده وكانوا وزراء ومستشارين، شاورهم في الأمر، كان يشاورهم وتزود منهم وصهارهم، ثم هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم، يعني هذا في طعن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ بل هو طعن بالله عز وجل الذي يعلم الغيب ولم يحذر نبيه، بل رضي عنهم وأنزل الله وفضلهم وأمر باتباعهم بإحسان. هذا كله دمروا هذا كله باعتقادهم أن الصحابة كفروا وأنهم يستحقون اللعن والسب والعياذ بالله.